باهي أصدقائي، تعرفنا في الفيديوهات السابقة على الأوبريتورز. باهي، توا باش نحكيو على الإيف ستيتمنت. توا الإيف ستيتمنت نحبو نفهمو شنو قصتها. إيف ستيتمنت أنه إحنا تعلمنا أنه نكتبو الكود متاعنا الكل في ستار واحد كيما هكا نكتبوه بعد يشتغل لنا الكود، لكن في بعض الأحيان نحبو نشغلو الكود متاعنا إلا ما يكون فما شرط. نحبو فما شرط، إذا تحقق الشرط هذاك نحبك تشغل لي الكود متاعي. وهذه موجودة في أي لغة برمجة، اي لغه برمجه باش تلقى فيها الحكايه دي اللي هي اف ستيتمنت. اوكي، باهي، ما نطولوش فيها وخلينا ندخلوا ديريكت في الفيديو ونشوفوا شنو هي الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت انه كيفاش نكتبوا اول حاجه، خلينا نشوفوا السنتاكس نتاعها. نكتبوا اف ونحلوا البارانتيز نتاعنا ونحطوا شرط معين لهنا. مثلا انا باش نعمل شرط، سامحني شويه على الجهاز باش تسكر. باهي، نحطوا الشرط نتاعنا let val 1 مثلا، val 1 مثلا باش نعطي زوج قيم، هذه فيها 10 وهذه فيها فال 2 هذه فيها 20. باهي، ونقول له لهنا نعطيوه نكتبوا له اف لهنا، ومن بعد نفتحوا الاقواس كيما هكا. على فكره الناس اللي فاهم الاف ستيتمنت الناس بتتحدى كيف الفيديو اللي من بعده، خاطر مش باش نعطي حاجه جديده في الاف ستيتمنت. ممكن طريقه الكتابه الاخرى باش نحكي عليها يمكن انت ما تعرفهاش في الاف ستيتمنت، اللي هي كل بالنقط الاستفهام والنقطتين. باهي، نكتبوا if ونفتحوا قوسين لهنا كيما هكا، وبعد نعملوا الشرط متاعنا. اذا تحقق الشرط هذاك نفذ لي كود معين، اذا ما تحققش نفذ لي كود اخر. اوكي، مثلا باش نعملوا val 1 if val 1 اكبر من val 2 نفذ لي الشرط هذا. اهو الكود اللي باش نكتبوا لهنا، الكود اللي باش نكتبوا في المنطقه دي، في المكان هذا. else نفذ لي الكود اللي باش نكتبه لهنا. اوكي، اذا تحقق الشرط هذايا، اذا تحقق الشرط هذايا اكتب لي الكود الموجود لهنا، اذا ما تحققش اعطيني الشرط مكتوب لهنا. وعلى فكره تنجم تعمل ايف ما غير else. خلينا نحكيو على الايف اول واحد. اذا تحقق الشرط هذايا اطبع لي الموجود لداخل، اذا تحقق الشرط هذايا اطبع لي اللي باش نكتبه من داخل. باش شنو باش نكتب انا من داخل؟ مثلا باش نعمل كونسول دوت لوج val 1 مثلا less than val 2. ايش نشغلوا مع بعضنا ونشوفوا شنو مش يعطينا. قلنا له اذا تحقق الشرط هذايا نفذنا الكود الموجود الداخل في وسط الكيرلي براكتس هذوما، الكيرلي براكتس هذوما نفذ لي الكود الموجود لهنا، ونعملوا كنترول اس واجي نشوفوا شنو مش يعطينا. ما عطانا حتى شيء. علاه ما عطانا حتى شيء؟ لانه شوفوا احنا شقلنا له val 1 اكبر من val 2، فال 1 اكبر من فال 2، بينما هي كان جيت ترجع لهنا شو يقول لك؟ يقول لك راهو الفال 1 فيها 10 والفال 2 فيها 20، يعني العكس، راهي الفال 2 هي الاكبر من 10. اجا نعكسوها لهنا، نعكسوها كي ونقولوا راهي الفال 1 اصغر من الفال 2، الفال 1 اصغر من الفال 2. باهي، كنترول اس واجا نشغلوا مع بعضنا شنو يعطينا؟ يعطينا فال 1 less than فال 2. اوكي؟ اصغر من الفال 2. ممكن نغلط في الكلمه بالفرنسي، مش في بالانجلي، قلت بالفرنسي، ممكن نغلط في بعض التسميات لهنا، مش مشكل، مش موضوعنا الكتابه. اوكي، مشكلتنا الكود. به عملنا فال 1 اصغر من فال 2، انا نطبعها لهنا. لا، اذا تحقق الشرط هذا يكتب لنا اللي موجود من داخل، اذا ما تحققش ما يطبع لنا حد شيء. به نجم لهنا نضيفوا ايلز. ايلز اش معناه؟ إذا تحقق الشرط هذا، إذا الشرط هذا صحيح أطبع لي هذا، إذا ما تحققش أطبع لي الموجود لهنا. أوكي، أطبع لي الأوامر اللي باش نكتبها لهنا. مثلا خليني نعكسها أنا لهنا، نعمل هكا أكبر ونقول له كونسول دوت لوج لشنو، ونقول له راهو فال 2 مثلا greater than val 1. خلي هاك نلصقوا في بعضها باش تكون مفهوم. ايش نشوفوا من بعضنا شنو مش يطبع لنا؟ كنترول اس طلعت لنا val 2 greater than val 1. علاه؟ لانه الفال 2 هذايا اكبر من الفال 1، يعني ما اشتغلش الشرط هذايا، الشرط هذايا ما اشتغلش. علاه؟ لانه الفال 1 اصغر من الفال 2، الفال 1 اصغر من الفال 2. اذا جات الفال 1 اكبر من الفال 2، الوقت هذاك يطبع لنا الشرط هذايا، يتبع لنا الشرط هذايا. اوكي، لكن تو طبق لنا الشرط هذايا. عليه؟ خاطر الفال 2 اكبر من 10، الفال 2 اكبر من 10. او كان نعكسوها لهنا، يعني الفال 1 اصغر من الفال 2، شنو باش يطبق لنا؟ باش يطبق لنا الارقام هذايا. اوكي، اجي نشوفوا مع بعضنا
رود البيج فال 1 ليس ذان فال 2. اوكي، يعني ظهر لي مفهومه اش معناها الايف ستيتمنت، انه باش نعملوا ايف نحطوا الشرط نتاعنا، اذا طبق الشرط هذاك، اذا صحيح الشرط هذاك اللي باش نعمل باش نكتبوا الغاديك، نفذ لي الكود الموجود لهنا من داخل، اذا ماهوش صحيح نفذ لي الكود اللي هنا. باه، تو باش نشوفوا الالز ايف. الالز ايف نجم نضيفوا لهنا الالز ايف. الالز ايف شنو هي الالز ايف؟ انه نجم نزيد نعطيه شرط اخر، نجمو نزيد نعطيه شرط اخر. باه، خلينا نغير مثلا، انا باش نعمل فاريبل اسمه كاونتري، let variable اسمه country مثلا، خلينا نعطي اكزامبل اخر، نحذفوا هذا الكل country وباش نكتب فيها من داخل تونيزيا مثلا. اوكي، من بعد باش نجي لهنا ونقول له if country الفاريبل هذاك country equal equal، تفكروا هذه equal equal مش equal واحدة برك، لازم equal equal تونيزيا، اطبع لي نعمل تشاري نكتب في البيتر، اطبع لي كونسول دوت لوج اكتب لي تونيزيا. اوكي، به الز اف، الز اف الكاونتري هذاك مكتوبة فيه مثلا ليبيا، نحبك تطبع لي كونسول دوت لوج ليبيا مثلا، نطبعها لي كلمة ليبيا. الز الز اش معناها الز؟ اللي اذا ما تحققش الشروط هذيك مزوز، ما تحققوش هذاك مزوز اللي قبلهم، كونسول دوت لوك مثلا nothing، اعطيك nothing ولا اي موضوع. به شنو قلنا له لهنا؟ خلينا ننظموا الكود نتاعنا شويه هكا. اش قلنا له لهنا؟ يا سيدي قلنا له if country equal تونيزيا، تونيزيا اطبع لي تونيزيا. if country else if، الز اف الكونتري هذاك فيه ليبيا اطبع لي ليبيا، الز اطبع لي ناثينغ. وعلى على فكره الز اف نجمو نعملو اكثر من وحده، نجمو نعملو اكثر من وحده، باش نزيد نعمل وحده اخرى مثلا كونتري ايكوال الجيري مثلا، اطبع لي كونسول دوت لوج الجيري، الجيريا ولا اوكي باش يكتبوهم. اوكي، باه ايش نشوفوا مع بعضنا، رود البيج طبع لي اول وحده تونيزيا. علاش طبع لي تونيزيا؟ على خاطر الكاونتري هذا شنو موجود في وسطه؟ موجود في وسط تونيزيا. باه، خلينا نغيروها لهنا ليبيا، ليبيا ونشوفوا انا هو الشرط باش تعدى. اول ما يدخل من هنا باش يبدا يشتغل الانجن نتاعنا، باش تدخل لهنا اف الكاونتري اف ايكوال تونيزيا، ماهيش صحيح، ما هو معناه ماهوش باش يقرا الامر هذا، باش يتعداش يمشي الامر هذا. الز اف اف الكاونتري ايكوال ايكوال ليبيا، باش يطبع لي الامر هذا. ومن بعد كيف كيف يكمل؟ اذا هو يساوي الالجيري ماهوش باش يذبحوني، اذا هو يساوي معناه لا تحقق الشرط هذا، لا تحقق الشرط هذا، الشرط هذا لا الشرط هذا لا الشرط هذا، يولي يتبع لنا اخر شرط اللي هو في الالس. ايش شوفوا مع بعضنا، كنترول اس رولود البيش عطاني ليبيا مثلا، نزيد نغير هذه الجيري رود البيج اعطاني الجيري، راهو منين جاب لنا فيها الطباعه هذيك اللي هي مكتوبه لهنا. اوكي، باهي خلينا نجرب انا نعطيه اي حاجه كيماك، نعطيه اي حاجه كيماك، كان يخلط الكلمه كيما هك، اعطيته اي حاجه. باهي ونشوفوا مع بعضنا شنو مش يعطيك، اعطاك nothing. منين جابها nothing هذه اللي هي هذه. اوكي، يعني راهو الشرط هذا ما تحققش، والشرط هذا ما تحققش، والشرط هذا ما تحققش، تحقق الشرط الز هذا. في صوره ما تحقق حدا الشرط يتبع لنا اخر واحد اللي هو الالز، اخر واحد اللي هو الالز هذاك هو اللي يتبعهم. اوكي، ظهر لي مفهوم حكايه الايف ستيتمنت. باهي، يلا الى اللقاء ونتقابلوا الفيديو القادم في فيديو اخر.